السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ما تنساش تصلي على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده بقى الحل النهائي لمشكلة التبديل في فيفا 23. أنا عندي الحل مش هيجيلك تاني. أول حاجة تفتح اللعبة، وقبل ما تفتح اللعبة بتروح على الإعدادات، تمام؟ هتروح على الإعدادات، وبعد ما تروح على الإعدادات هتروح على إعدادات اللغة، بتغير اللغة بتاعتك من عربي من أي لغة تانية الى انجليزي، لازم تغيرها الى انجليزي. وبعد كده تفتح اللعبه بتاعتك على التيمت تيم او على الاوفلاين اللي انت عايزه، تمام؟ وتغير تعمل تشكيله جديده، يعني مثلا لما نفتح معانا واحده واحده عشان نبقى تمشي معايا خطوه خطوه عشان ما تتلخبطش. نعم، ده التشكيله بتاعتك الاساسيه الموجوده مثلا، وهتروح تعمل تشكيله تانية خالص من التشكيلات بتاعتك. انا تايه ومش عارف اعملها وبتاع، اختار من تحت خالص اهو، هنعمل تشكيله جديده، سيب التشكيله اللي فاتت زي ما هي مش مشكله، اعمل تشكيله جديده، سميها، غير اسم، اعمل اللي انت عايزه، تشكيله جديده خالص، وحط اللعيبه، رص اللعيبه بتاعتك فيها، ترص اللعيبه اللي انت هتلعب، حط التشكيله وتغير الخطه واعمل اللي انت عايزه. طب سؤال تاني دلوقتي، زرار بتاع تبديل الخطط شغال؟ مش هتجيلك تاني. ليه بقى؟ هي المشكلة في العربي، مشكلة في العربي. فحاول تلعب بالايه، تلعب في اي حاجة بالانجليزي، يعني في الالتيميت تيم افتح الانجليزي والعب، اوفلاين افتح الانجليزي والعب. في كمان في مشكلة في الاوفلاين، ناس بيقول لي 3 تبديلات بس، لا دلوقتي هيبقى معاك 5 تبديلات تقدر تبدلهم في اللعبة، ومش هيبقى في معاك مشكلة اطلاقا، يعني المشكلة دي مش هتجيلي. طب انا دلوقتي عايز العب، يعني انا الانجليزي ضعيف شوية، وعايز اخلي ساعة ما اجي اعمل بناء تشكيلات اعملها بالعربي، بس ساعة ما تيجي تدخل على الماتش اعمل، حول اللغة بتاعتك الانجليزي وادخل على الماتش، وغير الخطة بتاعتك بالأسهم عادي خالص في جوه وانت جوه الماتش، هتلاقي الموضوع سهل وبسيط. غير كده بقى تبقى مشكلة معاك لو انت مثلا نسيت وعملتها، حاول بقى ايه ترجع الفيديو ده وحل واعملها من جديد عشان ما تتلخبطش وتمشي معاك ان شاء الله وتتحل المشكلة، وممكنش معاك مشكلة اطلاقا. هي المشكلة كلها في العربي، فيش بعض المشاكل في العربي بس، ادي كل القصة. ما تنساش بقى تدعمني بلايكك الحلو كده واشتراكك الجميل عشان تدعمني في القناة، لان فعلا بتعب في الفيديوهات دي، وبساعدني زي ما انا بساعدك. والسلام عليكم.